للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أستاذ إكرام، دكتور إكرام، بعد تحية، إشادة جديدة وموثقة من قبل الأمم المتحدة على حسن استضافة مصر لمؤتمر المناخ، رؤيتك لهذه الوثيقة، وثيقة الشكر والتقدير من قبل الأمم المتحدة لدور مصر وجهودها في الاستضافة وأيضا في التنظيم المميز للفعاليات الخاصة بكوب 27. اهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. هو طبعا حدث دولي هام اللي هو مؤتمر مناخ كوب 27، واستضافته مصر الحقيقه ونظمته، وبحضور وفود وقاده وزعماء دول عديده اللي هي الدول الاعضاء في الاتفاقيه الاطاريه للامم المتحده الخاصه بالتغيرات المناخيه، ودي بتزيد عن 150 دوله. تنظيم مصر لهذا المؤتمر واخراجه على هذا النحو حاز درجة كبيرة من الإشادة على المستوى الدولي، سواء من الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أو من قادة وزعماء العالم. والمؤتمر الحقيقة بيعكس المقدرة التنظيمية لمصر، بيعطي رسائل للعالم الحقيقة عن الأمن والاستقرار اللي بتتمتع به مصر. من جوانب الأهمية لهذا المؤتمر أنه لم يقتصر فقط على التوصيات، وإنما هناك سياسات وهناك برامج وضعت موضع التنفيذ. يعني على سبيل المثال، صندوق الخسائر والأضرار والخاص بتعويض الدول النامية عما تتحمله من خسائر سلبية نتيجة للتغيرات المناخية، دي بينظر إليها من جانب العالم باعتبارها يعني علامة فارقة في مسيرة الإنسانية. وطبعا كان في اشاده بدور مصر، بان يعني لولا الدور المصري في العمليه التفاوضيه وفي اعمال المؤتمر لما امكن الوصول الى هذه النتيجه الهامه. في ايضا اشاده من مسؤولين دوليين ومن زعماء الدول. شفنا كان في اشاده من الرئيس الامريكي بايدن في اثناء المؤتمر بمصر ودورها، واشار الى ان مصر هي ام الدنيا وهي الانسب لعقد هذه القمه. كان في ايضا اشاده من السيد جون كيري المبعوث الرئاسي الامريكي للمناخ، وايضا السيد الامين العام للامم المتحده، اللي وجه الشكر لمصر على التنظيم الرائع لقمه المناخ كوب 27، وعديد من المسؤولين الدوليين الحقيقه وقاده الدول اشادوا بدور مصر وتنظيمها لهذه القمه الهامه ولهذا المؤتمر الذي تنعكس اثاره الايجابيه على العالم. دكتور إكرام، أرقام قياسية حققتها كوب 27 في شرم الشيخ في هذه الدورة الاستثنائية، وهي التي تحمل عنوان معا للتنفيذ، سواء من حيث المشاركة أو حتى على مستوى المضمون والمخرجات، رؤية حضرتك لهذه النقطة؟ طبعا هو فيه، لو احنا بنتكلم عن مخرجات المؤتمر فهي مخرجات هامة وفي جوانب متعددة الحقيقة ومحاور متعددة، يعني سواء منها ما يتعلق بالبيئة والمناخ، سواء الجوانب الاقتصادية، الجوانب السياسية، يعني إضافة أيضا حضور العديد من قادة وزعماء العالم ومنهم الرئيس الأمريكي بايدن وزعماء الدول والمناقشات التي دارت في هذا الإطار، كل ده الحقيقة له دور مهم وله أهمية كبيرة، وبيعكس خلينا نقول الثقة المصري وثقة للدور المصري ليس فقط على مستوى الإقليم وإنما أيضا على مستوى العالم. وإحنا شفنا أن مصر بتهتم بقضايا يعني بارزة وتحديات بيتعرض لها العالم كله. يعني شفنا اهتمام مصر كبير بالإرهاب، الاهتمام بالهجرة غير المشروعة، ثم الآن الاهتمام بقضية التغيرات المناخية وهي قضية بتهدد كوكب الأرض ككل. إذا مصر لها دور كبير في هذا الإطار وفي مواجهة هذه القضايا، عشان كده كان في إشادة كبيرة من العالم ومن وسائل الإعلام ومن قادة الدول والمسؤولين الدوليين بالدور المصري في هذا الإطار. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، جزيل الشكر على هذه المشاركة.